بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذة الدكتورة صفاء مفتاح شلبي، أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، التخرج سنة 1973، الماجستير 77، الدكتوراه 85، لقب أستاذ مساعد سنة 90، أستاذ 95. الحقيقة أنا قلت المقدمة دي ليه؟ لأن دي بتدل على تاريخ مسبق لما يأتي فيما بعد من مجهود ونظرة مستقبلية للجهد المتواصل للحصول على هذه الألقاب وهذه الدرجات العلمية، لا تأتي من فراغ ولكنها تأتي من تصميم وترتيب ومجهود. الحقيقة إلى أن حصلت على جائزة البحوث الممتازة على مستوى كليات جامعة عين شمس، وكان موضوع البحث دراسة على المجمع الشمسي واستخداماته لأغراض التسخين المختلفة والعوامل التي تؤثر في كفاءة المجمعات الشمسية. الحقيقة أحب أشكر جامعة عين شمس والسادة النواب ومكتب الجوائز بجامعة عين شمس لحرصهم الدائم على تشجيع البحث العلمي وعلى الحث على حضور المؤتمرات والابتعاث، والحقيقة دي نصب أعينهم في هذه الفترة الحالية، وإنتاج جيل يتمسك بالبحث العلمي لتقدم المجتمع، وجيل بمفاهيم جديدة تسير التكنولوجيا الحديثة. الحقيقة اللقاءات العلمية والجوائز التشجيعية ونظرة الاحترام والتقدير والاحتفاليات اللي بتتعمل دي الحقيقة بتخص الناس اللي بذلوا جهد كبير جدا. أنا خلال تاريخ العلمي داخل جامعة عين شمس لي ما يقرب من 45 بحث علمي تم نشرها في المجلات العلمية والعالمية في مجال التخصص، وحرصت على حضور حوالي 30 مؤتمر دولي وداخلي ومحلي، وتم الإشراف على العديد من الرسائل العلمية منها الماجستير والدكتوراه لإخراج جيل يتميز باتصاله بالبحث العلمي وتوسيع الفكر لأهمية هذا المجال وهذه الدراسات البحثية المستقبلية في خدمة المجتمع. طبعا الجوائز اللي نحصل عليها لا تأتي من فراغ، تأتي من جهد مبذول وأيام شاقة واتصالات مع الجامعات واتصالات مع المجموعات البحثية، ما هوش أبدا جهد فردي، وبتكلل هذه المجهودات بدعم من الجامعة مستمر وتشجيع من رئيس الجامعة والسادة النواب ومكتب الجوائز بالجامعة، حريص تماما على دفع هذه المسيرة لنصل بالباحثين إلى مكانات مرموقة وكأنها مكافأة لهم طوال مشوار الدراسة والبحث العلمي اللي هو بيمثل كيان كبير جدا في الجامعة. كيان البحث العلمي هو مستقبل الجامعات، وإن شاء الله الباحثين الصغيرين يهتموا، يعني يهمني جدا الاهتمام الباحثين وتشجيعهم علشان المسيرة تسير في الاتجاه الجامعة تبغاه، يعني من رقي وازدهار.